والدها توفي، ولما اعتدت والدتها لاحظت عليها الأشياء التالية: أولا أنها لا تلبس إلا الملابس البيضاء، وتغطي المرآة، ولا تغتسل إلا يوم السبت فقط، ولا تنام على السرير بل على الأرض، ولا تخرج من البيت أبدا حتى تنتهي العدة. هل هذا صحيح أم أنه من البدع؟ جزاكم الله خيرا. كله غير صحيح إلا مسألة واحدة، وهو عدم الخروج من البيت. المعتدة عن الوفاة تلازم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: المتوفى عنها امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن لو عرض لها حاجة ضرورية، أو كانت يضيق صدرها من البقاء في البيت وتخرج إلى جاراتها في النهار، فلا بأس بذلك. خروج الحاجة في النهار لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأزواج الشهداء الذين أشهدوا في أحد، رخص لهن أن يجتمعن في النهار ويتحادثن، يجب تزول لهن الوحشة وضيق الصدر، وأمرهن عند الليل أن ترجع كل واحدة إلى بيتها. هذا بالنسبة للزوم البيت. وأما ما ذكره السائل من غير البقاء في البيت فكله غير صحيح. النظر في المرآة يجوز لها، ويجوز لها أن تغتسل حسب الحاجة، ولو كل يوم أو كل فترة قريبة أو بعيدة حسب الحاجة، ولا يتعين عليها لباس خاص من الأبيض أو الأسود، وإنما تلبس ما جرت عادة النساء البلد بلبسه، ولكن لا يكون فيه زينة. فالمحبة تلتزم بأربعة أشياء: أولا ترك الزينة في لباسها، وثانيا ترك الزينة في بدنها، لأن لا تلبس الحلي ولا تعمل الأصباغ التي تجملها، لا تتجمل بالأصباغ والمجملات التي كانت تستعمل في غير العدة، المساحيق وغير ذلك، تتجنبها. وثالثا تتجنب الطيب، فلا تتطيب في بدنها ولا في ثيابها، ولا تتعمد استعمال الطيب، ولا تستعمل شيئا مطيبا من الصابون أو من المواد. أما الصابون الخالي من الطيب فإنها تستعمله، تستعمل السدر، تستعمل الحنة، تستعمل ما تصلح به شعر رأسها، ما يصلح شعر رأسها وينظفه من السدر أو سائر المنظفات التي ليس فيها طيب. وتنظر في المرآة، وتنام على السرير، ولا تترك السرير من باب أن هذا من الأسباب، لا، هذا لم يمنع منه. تنام على السرير أو على الأرض حسب ما اتفق لها وحسب ما هو الأرفق بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا خرجت عند زاراتها لتقضي بعض الوقت شغالة، إذا كان هذا لحاجة، إذا كان يضيق صدرها، ليس عندها في البيت من يؤنسها ويضيق صدرها أو تستوحش، إنها تخرج في النهار عن زاراتها. أما إذا كان عندها من يؤنسها وليست في حاجة، فإنها تبقى في البيت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.